السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا الجديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج القوس. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. ان شاء الله باذن الله هيكون في تقدم عندك وفي تحقيق هدف او تغيرات جذريه، امور جديده، طاقه ايجابيه باذن الله. كل اللي هيكون من نصيبك الفترة اللي جاية تبشرات وأخبار حلوة وطاقة إيجابية، بس انت خلي بالك كويس جدا من الطاقات السلبية اللي انت محطوط فيها اليومين دول، وابعد عن أي مشكلة تأذيك، وادعم الفيديو بتاعك باللايك الجميل وبالتعليق اللي بتصلي بيه على الحبيب. من خلال اللايك بهتم جدا بفيديوهاتك، ونشوف مع بعض أخبارك الفترة اللي جاية. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. الفترة دي عندك تغيير، عندك طاقة عامة. اي نعم، الفترة دي عندك شوية ارهاق، شوية تعب نفسي او شوية تعب جسدي، في نفور. 90% بعض منكم عنده نفور بينه وما بين الشريك، او عنده شوية عراقيل، شوية امور مضايقاه او خانقاه، بس الفترة دي في طاقة ايجابية وفي فرج باذن الله. عندك طريق والطريق ده مفتوح معاك. انت عندك الشريك بيحبك جدا رغم ان في مشاكل بينكم، بس الشريك بيحبك جدا، كمان بيحاول يقف معاك، او انتوا واقفين مع الشريك بطريقة كبيرة، او الشريك واقف معاكم، انتوا عندكم وقفة. في كمان هنا فرج بخصوص ماديات، بس اليومين دول عندك تفكير رهيب في حاجات كتيرة جدا. 24 ساعة بتفكر، 24 ساعة بالك مشغول. كمان عندك حد متعدد العلاقة، او عندك حد بيفكر كتير في علاقات باله مشغول. الطريق اللي انت ماشي فيه حيران وخايف ومهموم، يعني مش عارف اذا كان الطريق ده صح او الطريق ده غلط، فخلي بالك كويس جدا من كل اللي بيحصل حواليه، وان شاء الله باذن الله هيكون في رجوع او هيكون في كلام مع برج الجوزاء الفترة اللي جاية، علشان انتوا تعبانين جدا من الفراق او مهمومين. كمان البعض منكم هيكون عنده شغل جديد وعنده راحة من بعد التعب، بس خلوا بالكم ان في شخص بيستغلكم ودايما عامل لكم مشاكل بينكم وما بينه، فياريت اعصابكم تكون هادية الفترة دي. عندك فك بلوك، او عندك قعدة صلح، او قعدة جميلة هيتقال فيها كلام حلو، والكلام ده هتكون مبسوط جدا بيه، وان شاء الله باذن الله كمان تكون قعدة فيها كرم ليك وفيها ذو فضل. عندك حد هنا عمال يحرق في دمك، عمال يكيد فيك، وعمال يقول عليك كلام مش فيك بمعنى اصح، او كلام مش في حقك، فياريت تخلي بالك الفترة دي علشان انت اعصابك مش هادية، اعصابك مشدودة وفي مواضيع كده مضايقاك. بتقعد من يعني لما بتيجي تكون قاعد في قعدة بتقعد سرحان، بتقعد وانت مش عارف في ايه، بتسأل نفسك اسئلة كتير جدا، انا مالي، انا ما كنتش كده، انا في حاجات كتيرة اتغيرت فيا. بالفعل انت عندك اذى حاجة اتغيرت فيه، فياريت تهدي اعصابك الفترة اللي جاية وتحاول بقدر المستطاع تطلع من اي عراقيل انت موجود فيها. كمان الفترة دي عندك خانقة وضيقة بتجيلك من غير سبب، ومش طايق نفسك حرفيا، او يعني حاجات كتيرة جدا بتفكر فيها، عندك ضغوط نفسية او في كذا حاجة بتفكر فيها، وده طبعا سبب الضغوط. عندك خطوبة او زواج هيتم على خير، او رجوع للمنفصلين باذن الله. خلوا بالكم كمان ان انت الفترة دي عندك شوية نفور او شوية مواضيع مضايقاك بينك وما بين الشريك. عندك هنا وجع في بطن، دايما بتجيلك نغزة في بطنك، بتجيلك وجع في بطنك فجأة كده، وبتحس ان في حاجات كتيرة جدا مضايقاك. بتحاول قدر المستطاع الفترة دي ان انت تنام على الرقية الشرعية، تعمل حاجة مختلفة. البعض منكم عمل حادث، او البعض عندك حد متوفي، الله اعلم، بس في حد مخنوق وفي خانقة وفي ضيقة. انتوا الفترة دي ممكن تكونوا بتشتغلوا اكتر من شغلانة عشان توصلوا للهدف بتاعكم. عندكم خبر طاقة انجاب، عندكم خبر حمل باذن الله، او خبر هيحسن من امور كتيرة جدا. عايز اقول لكم ان في مولود هيجي عندكم باذن الله زي القمر. عندكم كلام بينك وما بين برج السرطان، او بفتحة مواضيع بينك وما بين برج السرطان، بس خلي بالكم الفترة اللي جاية دي علشان هيكون في تحسين بإذن الله في علاقة، أو هيكون في حسن في علاقة. انتوا ناويين تاخدوا قرار، أو ناويين في مواضيع عندكم تتفتح بإذن الله.
البعض منكم ناوي يكشف النساء لو انت فتاة، او يعني لو انت متجوزة ناويين تكشفوا بخصوص النساء، بخصوص لا اما الحمل لا اما عندكم مشاكل في الرحم، مشاكل نسائية، فبإذن الله هيكون في فرج بإذن الله. كمان انتوا هنا عندكم شغل جديد، او عندكم مرحلة هتتخطوها بإذن الله وهتكون جديدة وهتكون في فرج، فياريت تخلوا بالكم من النقطة دي. ولو انتوا زي ما قلت لكم عندكم مشاكل في الرحم اكشفوا، ما تستنوش، انتوا عندكم عرق النساء، عندكم شوية مشاكل، بس بإذن الله هيكون في تحسن على جميع الأوضاع بفضل ربنا. موضوع مهم حيرانين فيه، والموضوع ده هيتفتح قدامكم خلال كام يوم من واحدة ست، وبعد كده هتواجهوا وهتلاقوا حل للموضوع اللي انتوا عاملينه ده. كمان وقف الحال اللي عندكم ده بسبب المشاكل اللي انتوا فيها، عندكم وقف حال بطريقة كبيرة جدا، او عندكم حد عمال يوشوش في افكاركم، وانتوا طبعا مخنوقين ومتضايقين، في حد بيتجسس عليكم، في حد بيهمه جدا اخباركم، حد بيهمه انتوا بتعملوا ايه وبتاكلوا ايه وبتشربوا ايه، فياريت تخلوا بالكم. بالنسبة للرجال ممكن يكون عندكم مشاكل في الجسم، عندكم ارهاق، عندكم تعب، عندكم شوية مواضيع، فياريت يعني شوية وجع في الجسم، فياريت تخلوا بالكم من المواضيع دي. عندكم حد بيغير منكم، بيغير من نجاحكم، بيغير ان انتوا حاجة كويسة، او انتوا من الشخصيات اللي ما بتعرفش تنام غير لما بتقف على رجلها او تحقق حلمها، فياريت الفترة اللي جاية دي يكون في طاقة ايجابية وتكونوا متألقين وتكونوا واثقين من كل حاجة في حياتكم. كمان هنا عندكم طاقة تانية خالص، الطاقة دي هتكون جديدة وهتخليكم تتخطوا النفور اللي بينكم وما بين حد، او هيكون في زواج الفترة اللي جاية، او في هيكون في تحقيق امور، تحقيق مطالبات الله اعلم، بس فيها اهداف كتيرة جدا هتحققوها، واكبر نجاح هتحققوه الفترة اللي جاية هو تغيرات جذرية لحياتكم، فما تقلقوش خالص علشان انتوا عندكم تبشرات وعندكم نجاح طال انتظاره. كمان الفرج اللي عندك في حياتك ده هيبشرك بخير وهيبشرك بانفراجات حلوة جدا. انت هنا بتحاول تستغفر عن ذنب، او في حد غلط معاك في حاجة، فبتحاول ان انت يعني تقول يا رب ارزقني، يا رب كرمني، كلام كتير بيتقال. كمان انت من وقت للتاني في مشاكل بينك وما بين الشريك، دايما في توتر، في خوف وقلق جوه حياتك، من وقت للتاني بتحس ان انت كاره ناس كتيرة جدا، حتى شريك حياتك بتشوفه في صورة مش كويسة، انت دايما حاسس بالغربة، حتى لو انت قاعد في وسط الاحباب وسط الاهل حاسس بنغزة وحاسس ان انت لوحدك، واكتر مشاكلك هي رجليك، مش قادر تقف على رجليك الفترة دي بسبب الكلام اللي بيحصل وبسبب الامور اللي انت في حياتك. كمان ان شاء الله باذن الله هيكون في طاقة فرج او طاقة جديدة، عندك كلام بخصوص حد، ممكن يكون في صلح بينك وما بين برج العذراء، او هيبقى في كلام عندك بينك وما بين برج العذراء. كمان انت الفترة دي ناوي توفي بوعد، او ناوي توفي بنذر عليك، انت عليك فلوس عاوز تسدها، او عليك حاجة تخص الفلوس، فان شاء الله باذن الله الامور اللي عندك هتتحسن. خلي بالك انت في ناس كتيرة جدا حواليك اذينك، مش اذينك في سحر بس، اذينك بنظرات عن عينيهم، مش حابين لك الخير، مش حابين ان انت تكون كويس، مش حابين ان انت تكون في نفس الوضع. انت اغلب الناس بيقولوا لك انت عندك سحر مشروب، وعلشان كده بتجي لك خانقة وضيقة والمعدة عندك بتوجعك، ومن وقت للتاني بتحس ان انت مش قادر تاخد نفسك، وضربات كده في المعدة، لدرجة ان انت بتقول يا هل ترى عندي ايه او فيا ايه. كمان البعض منكم ممكن يكون بيحضر تحضيرات جواز اليومين دول، او تحضيرات مناسبات حلوة، فان شاء الله باذن الله ربنا هيبشرك باللي انت محتاج تسمعه، وهيكون في امور حلوة. كمان انت بقالك فترة مستحمل حاجات محدش يستحملها، بقالك فترة جاي على نفسك وشايل الحمل لوحدك، مفيش حد مساعدك في اللي انت فيه، مفيش حد واقف معاك، مفيش حد بيساعدك في اي حاجة، بالعكس هم حاطين عليك حطة سودة، والناس اللي قالوا لك احنا هنقف معاك وهنبقى جنبك هم تخلوا عنك في اقرب وقت. في واحدة ست، الست دي قصيرة وتخينة وسمرة ولابسة نضارة، او في علامة بتميزها في وشها، الست دي مش كويسة، حقودة، غيارة،
ما بتحبش الخير لحد ودايما بتاعت مشاكل. كانت بتقول لك ان انا واقفه معاك، وهي انسانه مش كويسه خالص، بالعكس اتخلت عنك في اقرب وقت انت كنت محتاجها فيه، وانت رميت طوبتها وما بقتش مستني حاجه منها. البعض منكم كمان ممكن يكون مستني ارتباط او مستني علاقه جديه، باذن الله هيكون في صلح عندك او في اخبار حلوه. خلي بالك انت بتحب شخص والشخص ده وبترتاح له جدا. كمان انتوا من الفترة التانية بتقولوا يعني احنا حظنا وحش، احنا مفيش حاجة عندنا بتكمل. انتوا بس ركزوا على الامور اللي عندكم وبإذن الله هيفي تحسن، وبلاش الخيالات وبلاش الرسوم اللي عمالة تيجي في دماغكم. خلوا بالكم ان انتوا هيكون عندكم امور حلوة بإذن الله. كمان بالنسبة للعزاب، العزاب ممكن يكون عندكم خطوبة، المتجوزين ممكن يكون عندكم صلح وعندكم طاقة انجاب. كل واحد طبعا بياخد اللي ينطبق عليه. انتوا في طاقة انتظار او في طاقة فراغ. طاقة الانتظار ده ممكن تكون منتظرين مولود، منتظرين مكالمة، منتظرين رسالة، منتظرين عمل جديد، منتظرين حاجة جديدة، الله اعلم. كمان انتوا الفترة دي ناويين تزوروا حد متوفي او ناويين تروحوا تزوروا حد مريض، الله اعلم. انتوا في زيارة عندك لحد مريض، فان شاء الله باذن الله يكون برضو في شفاء. الست دي خبيثة، في ست خبيثة عندك، ست كده تخينة، ويعني الست دي حاطة بالها مشغول بيك جدا، وبينك وما بينها يعني في ضغوط نفسية. فالفترة اللي جاية هيكون في تحسن، بس انت ما تقلقش خالص من اللي انت فيه. علاقة جديدة بينك وما بين برج القوس، او في جواز بينك وما بين برج القوس. عند اي نعم في نفور بينك وما بين برج القوس ممكن، او بينك وما بين الشريك نفور. الشريك ممكن يكون في طرف ثالث، خلي بالك، او مش لازم يكون طرف ثالث يكون حد في خيانة، ممكن يكون طرف ثالث بيحاول يذبذب على دماغه او يخليه يفكر في افكار سلبية، فخلي بالك. كمان انت الفترة دي بتقول حسبنا الله ونعم الوكيل، في حد اكل حقك او ظلمك. انت ممكن يكون ليك فلوس عند حد بس مش عارف تاخدها، او مهموم من الضغوط النفسية اللي انت فيها. كمان انت هنا هيكون عندك فرق بخصوص موضوع معين شاغل بالك. انتوا دايما اشخاص اقوياء جدا، بتعرفوا تاخدوا حقكم تالت ومتالت، وما بتعرفوش تسكتوا ابدا على اي حاجه، بتحبوا تجيبوا حقكم، قلبكم طيب طيب جدا، بالكم مشغول بكل اللي حواليكم، بس محدش شايل همكم، انتوا شايلين هم الدنيا كلها. يا ريت تخلوا بالكم من نفسكم كويس جدا. ولو بيجيلكم خمول وكسل من غير اي سبب، اتاكدوا انه ده علامات الحسد الشديد. كمان الفترة دي انتوا منتظرين ورق او عايزين تسافروا خارج البلد اللي انتوا فيه. في مبلغ هيجيلكم، المبلغ ده هتدفع بيه حاجة جديدة، او هتبقى فيه طاقة ايجابية باذن الله. يا ريت يعني لو انتوا بالكم مشغول تهدوا اعصابكم شويه، علشان انتوا عندك امور حلوه. من وقت للتاني بتحس ان عيونك وجعاك، او بتحسي ان عيونك وجعاك، عندكم لمسه عاشقه، واللمسه العاشقه دي سبب رئيسي في وقف الحال. عشان كده بتحسوا بنفس، بتحسوا انه في حد نايم جنبكم، بتحسوا انه في حاجه غريبه وانتوا جايين تناموا. فيا ريت تناموا على الرقيه الشرعيه، وما تناموش على بطنكم ولا على ظهركم، ودي نصيحه. واهم حد الرقيه الشرعيه عشان تطلعوا من اي ضغوط نفسية انتوا. والخيال اللي بتحسوه من وقت للتاني ده وسواس قهري عندكم، او كلام بيوصل لكم في دماغكم. انتوا في حد حاسين ان هو قاعد جنبكم عمال يقول لكم على اخبار ويقول لكم على حاجات، فياريت تخلوا بالكم من الحاجات دي. انتوا بتصحوا من النوم مخنوقين متضايقين، بتصحوا من نومكم خلوا بالكم يعني في علامات زرقاء في جسمكم، بتبصوا في جسمكم بتحسوا كده، بتلاقوا علامات غريبة، بتلاقي حاجات غريبة، وده طبعا مش عاجبكم الحال ده، وبتحاولوا ان انتوا تسألوا ايه العلامات دي. العلامات دي بتدل ان يعني في حد مثلا. انتوا بتصحوا من النوم مخنوقين، بتصحوا من النوم مهمومين، فعشان كده بتلاقوا علامات، ودي بتكون الطبيعة بتاعتكم. الطبيعة مسابكم في حالكم، الطبيعة شيء سبب يعني محطماكم بمعنى أصح، فخلوا بالكم كويس جدا، وما تناموش زعلانين. الطبيعة بتحصل لكم بعد ما بتناموا زعلانين. عندك هنا حد متقلب المزاج عندك، بيعاملك بمزاجه، او حد مش فاهمه كويس،
في نفور بينك وما بين الشريك، او انتوا لسه في بداية العلاقة فمش فاهمين بعض بينك وما بين الشريك. كمان هنا انت في حد يعني اليومين دول في مشكلة، في مشكلة بينك وما بين حد، اي نعم انت مش مستحمله او في امور، بس في تظبيط ان شاء الله باذن الله. كمان الشهر اللي جاي ممكن يكون في عندك جلسة في محكمة وهتكون خير او هتحصد من وراها خير. عندك توافق بينك وما بين برج الاسد وهيبقى فيه كلام حلو باذن الله، او هيبقى فيه طاقه ايجابيه بينك وما بينه. خلي بالك ان انت ممكن يكون عندك الايام اللي جايه دي كلام او خبر حلو جدا بخصوص برج الدلو، ممكن يبقى فيه خبر حلو وكلام حلو باذن الله، طاقه ايجابيه، فرج من بعد الضيق اللي انت بتمر بيه. فيا ريت تخلي بالك كويس جدا من الامور اللي انت عندك. انت اول الشهر عندك بيكون تجديد السحر، وتجديد السحر بتحس بوقف حال، بتحس بعراقيل، بتحس بخمول، بتحس شوية مشاكل. انت بينك وما بين الشريك ممكن على سبب تافه تعملوا مشكله كبيره او تعملوا حاجه كبيره. عندك ناس معينه بتضحك في وشك ومن وراك بتستغلك، او من وراك بتجيب في سيرتك، عامله زي الكلاب بتنهش في جسمك وانت مش واخد بالك، وعشان انت بتحبهم وبتحب دايما تقف معاهم مأمن لهم قوي. بس يا ريت تخلي بالك كويس جدا من الناس دي. عندك حد بيحبك ودايما بيحكم بالعداله، بس هو عنده ضغوط نفسيه او في طرف ثالث بيتدخل معاه، وده طبعا انت حاجه مزعلاك. فالفتره اللي جايه هيكون في فرق، ما تقلقش خالص، انت هيكون عندك طاقه ايجابيه باذن الله، وهيكون عندك دعم على جميع الاسره. خلي بالك كويس جدا ان في حد هيرجع لك من ابراج ناريه، او هيحاول يتكلم معاك، او هيحاول ان هو يفتح معاك مواضيع، وانت طبعا علشان بتحب الشخص اللي هو من الابراج الناريه هتكون مبسوط جدا بالكلام معاه، وهتكون مندفع كده وعندك دفعه. كمان الفترة دي انت ممكن تكون رحت لشيخ او رحت عند حد كده لشيخ ممكن برضو، او لحد يعني مقرب ليكم وفاهم قوي، فقال لكم ان انتوا عامل لكم ساحر او عامل لكم حاجه. انتوا بالفعل زي ما قلت لكم عامل لكم ساحر مشروب، وعشان كده انتوا بتحسوا بوجع في المعده زي ما ذكرت لكم بالظبط. كمان الفتره اللي جايه حد هيطبطب عليكم، وحد هيكون سبب رئيسي انه حقكم يرجع الفتره اللي جايه، بس كونوا حريصين الفتره دي وكونوا متالقين زياده عن اللزوم. عندكم حد عندكم معاه عربية، الحد ده ممكن يكون لإما متجوز لإما في علاقة، في استغلال عنده. يا ريت يخلي باله كويس جدا إنه الاستغلال اللي عنده ده هيتقلب ضده. في حد دايما بيفتش في ورقكم. انتوا عندكم صاحب، الصاحب ده خاين، الصاحب ده متعدد العلاقات، وما تمشوش معاه في طريق علشان سمعته ومن سمعتكم، وده طبعا في مشاكل هتحصل بينكم وهيبقى في فراق. فيا ريت تخلوا بالكم علشان في صاحب، او يا اما صاحبه ليك يا اما صاحب ليك متعدد العلاقات، دايما بتحذروه، دايما بتقولوا له الطريق ده غلط اللي انت ماشي فيه، بس هو ما بيسمعش الكلام وبيحب فعلا تعدد العلاقات، او بيلاقي راحته في الغلط. فانتوا كبروا دماغكم منه وما تحاولوش تقفوا معاه او تدافعوا عنه في اي حاجه. العين مقصرة عليكم وده مسبب لكم وقف حال، فما تقلقوش خالص، انتوا بس اتركوا الامور على الله وباذن الله ربنا هيطمنكم باذن الله. كمان احب ابشركم تبشيرة حلوة قوي قوي، انه هيكون في كلام مع برج الدلو الفترة اللي جاية، او مع الابراج الهوائية. هيكون في كلام، ممكن يكون في رجوع مع برج الدلو، هيكون في خبر حمل يخص مع موضوع برج الدلو، باذن الله هيكون في طاقة ايجابية. انتوا مخنوقين ومتضايقين على حد مسجون عندكم، او حد في ضيقه، او حد تعبان، فان شاء الله باذن الله ربنا هيفك كربه وهيحسن الدخل اللي عندكم باذن الله، وهيبقى فيه برضو طاقه ايجابيه. بلاش ان انتوا تشيلوا نفسكم هم الدنيا، انتوا ما تعرفوش ان باذن الله ربنا بيكتب الحزن وبيكتب الفرح، والاضواء بتتبدل عندكم، بس كونوا حريصين وبلاش ان انتوا تظلموا نفسكم. اي نعم انتوا اليومين دول تعبانين في ضغط، تعبانين في مشاكل، تعبانين في حاجات كتيرة جدا، بس ما تعرفوش الخير فين.
من وقت للتاني بتحس الضغوط من كل الاتجاهات، بتحس ان كل الناس ضغط عليك، وبتحس ان انتوا مفيش حد واقف جنبكم. الفترة اللي جاية بإذن الله، بإذن الله هيكون في أمور حلوة وفي توافق كويس جدا بينك وما بين الشريك. انتوا هنا ممكن تكونوا في علاقة او تكونوا في حاجة ومش عاجبكم الوضع، بس ساكتين علشان في حاجة حكماكم، ساكتين علشان في امور عايزين تعملوهم. البعض منكم حد خد منكم فلوس وعمل لكم بلوك او سرقكم في مال وانتم مخنوقين ومتضايقين، فخلوا بالكم من النقط دي. والبعض منكم ممكن يكون عنده دخول محكمة الفترة اللي جاية بخير برضو، ما تقلقوش خالص، انتوا عندكم تبشرات حلوة وعندكم احداث حلوة، بس دايما بالكم مشغول ودايما عندكم عراقيل مسببة لكم الضغوط النفسية اللي انتوا فيها. الفترة اللي جاية دي ممكن تكون فترتكم انتوا اللي تثبتوا وجودكم في حاجات كتيرة جدا. عندكم حد من الاولاد او حد من الاطفال، او الحد ده من الاطفال عندكم، لا اما ابنكم لا اما بنتكم لا اما حد من اولاد اختكم اخوكم، الله اعلم. الحد ده تعبان، الحد ده في حاجة دايما، بس انتوا بتحبوه جدا. عندك انت هنا كشخصيا حد بيستغلك، حد بيلعب عليك، فخلي بالك كويس جدا، وبلاش تآمن لحد وبلاش تحكي سرك لحد. ليه؟ علشان خاطر الحد اللي داخل معاك، يعني اللي انت بتحكي له سرك ده ممكن يكون في يوم سبب مشكلة ليك كبيرة. وكمان انت ما بتحبش الشراكة، ما بتحبش تشارك حد في حد، بس رغم ان انت شاركت حد في شراكة واكل حقك وخد فلوسك، فخلي بالك من النقطة دي. انت عندك اكلان حق، اكلان حق، انت وقع عليك ظلم من حد من اهلك، وقع عليك ظلم، كسر بخاطرك، قال عليك كلام مش فيك، وانت زعلت جدا بيه وخدت منه موقف او خدت قرار ان انت ما تتعاملش مع الناس دي بالشكل ده تاني. انت الفترة دي حرفيا خسرت مال او خسرت فلوس، بس بإذن الله هيكون في فرحة حلوة عندك. عندك يوم فردي، يوم فردي في الشهر، هتكون تصحى في طاقة إيجابية وهتاخد قرار حاسم الفترة اللي جاية، وهتكون حريص جدا. انت ناوي تصحى من النوم هيكون عندك طاقة إيجابية، وهيكون عندك كده هتحس ان انت منعش. عندك تسديد ديون، او البعض منكم ممكن ناوي ياخد قرض علشان يسد حاجة تانية او علشان يعمل حاجة تانية. انت من وقت للتاني بتحس بصداع وبتحس ان اللقمة اللي بتاكلها مش ساكنة في معدتك، عايز ترجعها بأي طريقة بسبب الوجع اللي انت فيه وبسبب الضغوط النفسية. دايما تعبان، دايما مهموم، دايما شايل حمل الدنيا كلها، رغم ان عندك طاقة فرج وعندك اخبار حلوة، بس الفترة دي حرفيا عندك شوية ارهاق وعندك شوية تعب جسدي، فياريت تخلي بالك من صحتك علشان مفيش حد هينفعك خالص. انت الفترة دي كمان مش عايز تتكلم مع حد، عايز تقعد لوحدك، يعني عايز تقعد لوحدك. قطعت ناس كتيرة جدا او صفيت حساباتك مع ناس كتير جدا. جسمك من وقت للتاني بيسخن من كتر التفكير ومن كتر الضغوط النفسية، بتحس انه في فوران كده غريب في جسمك ومش عاجبك الحال اللي انت فيه. عندك جلسة محكمة الفترة اللي جاية، وجلسة المحكمة دي هتطلع منها انت مبسوط علشان وشك هيبتسم بإذن الله، والحد اللي تعبان بإذن الله ربك هيشفيه من حيث لا تحتسب. اتمنى لك الخير والسعادة والهنا والرزق والتفاؤل، ولو عجبتك القراءة ما تبخلش عليا باللايك والتعليق الجميل. تحياتي ليك.